بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل برمجة اللي هو الأزرار، زر التعديل وزر الحذف. أخذنا المحاضرة الماضية برمجة زر حفظ وبرمجة الزر بحث. الآن بدنا نشوف قبل ما ناخد برمجة الزر تعديل وحذف، بدنا نشوف كيف بدنا نكتب الكود بتاعك بطريقة أبستراكت. إيش يعني أبستراكت؟ أو بالأحرى أنت بدك تعمل برنامجك على شكل طبقات. تذكروا إحنا لما خدنا الأوبجكت أورينتد قلنا لازم تعمل مفهوم الانفورميشن هايدنج، فاكرين؟ إيش يعني الانفورميشن هايدنج؟ إني أنا أتعامل مع الدوال، شايف كيف؟ بحيث اني انا ما شوفش التفاصيل، دائما ما شوفش التفاصيل، يعني برنامجي يكون على شكل طبقات، طبقة بتتواصل مع طبقة. كيف هذا الكلام بده يكون؟ المفروض انه مثلا كود الحفظ هذا ايش عمل فيه؟ هذا كود الحفظ احطه داخل كلاس، داخل ايش؟ كلاس معين، وتعامل أبرمج زر حفظ إني أنا أستدعي إيش؟ أستدعي الدالة حفظ، الدالة سيف، وكذلك أيضا الأبديت والديليت. يعني مثلا شوف الزر حفظ كيف أنا بدي أعمله. يعني هذا الزر حفظ هاي مثلا سيف، تمام؟ هنا مثلا أستدعي الدالة سيف، سيف، وأمررها القيم اللي بدي أبعثها لقاعدة البيانات عشان تخزنها. هذه عملية إيش؟ يعني أنا استدعيت الدالة سيف الموجودة في كلاس معين، شايف كيف؟ فهذه نشوف كيف بدنا نعمل هذا الكلام، إني أنا أبرمج الزر سيف بهذه الطريقة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أنا هنا بدي أعمل كلاس جديد. إيش بدي أعمل؟ كلاس جديد. إيش بدي أسميه مثلا؟ Add new. Add new class. بدي أسميه إيش مثلا؟ أي اسم يعني، وليكن class واحد. طيب في class واحد إيش بدي أعرف؟ بدي أعرف دالة اسمها save. إيش عارف دالة؟ public void save. ايش الباراميترز للدالة سيف؟ الدالة سيف بدها تستقبل لي اللي هو جميع الحقول اللي انا بدي اخزنها على قاعدة البيانات، اللي هي انتجر اي مثلا، string str، وبعدين انتجر age. يعني انا بدي اخزن اللي بدي ابعث للدالة سيف اللي هو رقم الشخص أو رقم هويته، وبعدين اسمه والعمر، تمام؟ وبدي أكتب الآن كود الاتصال، كود الاتصال اللي أخذناه المحاضرة الماضية. هل جيت هذا الكود؟ متى يحدث الاتصال مع قاعدة البيانات؟ عند عمل استدعاء لإيش؟ للكلاس. الكلاس إيش؟ عند عمل استدعاء أو بناء للكلاس
بيحدث الاتصال مع قاعدة البيانات. إذا أنا هنا في الكونستركتور، في الكونستركتور بتاع الكلاس إيش بدي أعمل؟ اللي هو الكونستركتور بابليك هنا بدي اعرف طبعا اللي هي المصفوفه string اس واحد بتساوي اللي هي اللي بدي احط فيها ايش؟ توصيف الاتصال، توصيف الاتصال هاي المصفوفه اللي هي اس واحد طيب بعدين في الـ في الكونستركتور بدي انشئ اللي هي دالة الاتصال او مش دالة، بدي انشئ اللي هو ايش؟ الكائن اللي بده يمثل لي كائن الاتصال SQL connection طيب الدال الاس كيو ال كونكشن اللي هي الان اخذناها المحاضره الماضيه طبعا ان انا لازم اعمل لها كون دوت كونكشن سترينج فاكرين ولا لا؟ طيب انا ممكن احط فيها مباشره استغني عن البروبابيلتي كونكشن سترينج واحط في البناء بتاع اللي هي اس واحد برضه هذا الكلام يجوز يعني يعني المحاضره الماضيه لما اخذنا كونكشن سترينج بتساوي اس واحد فاكرين هذه ممكن الان استغني عنها خلاص الغيها واحط بدلها هيك يعني البراميتر الميثود اس كيو ال كونكشن كونستراكتور اوفرلود يعني اكثر من نوع هي معنات اوفرلود كيف من غير ما نعرف متغير يعني ممكن هذا ننسخها ممكن ايش ننسخها زي ما حكيت انت بس احسن هيك يعني طيب بعد ما انشأنا الان الاتصال بده يتم بمجرد كون دوت ايش اوبن بدي افتح الاتصال في اللي هي دالة البناء طيب الان في دالة سي في دالة الحفظ ايش بدي اعمل في دالة الحفظ بدي طبعا اعرف اللي هو كوماند بمثل اللي هو SQL كوماند SQL كوماند مثلا سميه كوماند واحد بتساوي نيو SQL كوماند طيب احنا المحاضرة الماضية ايضا عملنا لما اخذنا SQL كوماند قلنا مثلا كوماند واحد دوت ايش دوت كوماند تكت صح بتساوي اللي هي اس اثنين اس بس اصبر شوي اس اثنين مش شايف طيب ايش نعمل tools وايش options ومن options font خلينا نخليها 14 يعني 14
نعم كويس. طيب الآن أنا بدي أوصف الكوماند، يعني أنا إذا بدي أسترجع بيانات بدي سيلكت، بدي أضيف إنسيرت، أعدل أبديت، أحذف ديليت، إيش الأمر اللي أنا بدي إياه اللي هو الإنسيرت؟ إذا الإس 2 هذه تمثل لي إيه؟ تمثل لي بتمثل لي إيش قلنا؟ الأمر اللي أنا بدي أبعثه لمين؟ لقاعدة البيانات، الأمر اللي بدي أبعثه لقاعدة البيانات. هنا إيش بدي أعمل هنا؟ بدي أعطي الـ SQL command. المحاضرة الماضية إيش أخذنا؟ command 1 dot command text وبعدين command 1 dot connection بتساوي con، صح؟ هذول أنا بدي أستغني عنهم، دير بالك اليوم هذول إيش مالهم؟ بدي أستغني عنهم لأنه command text هي probability وconnection هي probability. طيب لما بدي أستغني عنهم بدي أمررهم مباشرة للconstructor، أمررهم مباشرة للconstructor. طيب سؤال الآن هنا في نقطة، لازم للدالة سيف يكون معرف اللي هو الكون، شايف الكون لازم يكون معرفة لمين؟ للدالة سيف. اذا انا لازم اعملها جلوبال، ايش لازم اعملها؟ جلوبال عشان تكون معرفة، واضح ولا مش واضح؟ فاذا هنا بدي اروح اعملها ايش؟ جلوبال على مستوى الكلاس SQL كون، نعم ايه على مستوى الكلاس، نعم SQL connection ايش بدي اسميها اللي هي كون، تمام. ليش انا عملت هيك؟ عشان تكون معرفة على مستوى ايه؟ الكلاس. وبالتالي الدالة سيف الان بتعرفها الدالة سيف، فبالتالي هنا بدي اقول اللي هي اس اثنين كون، يعني كأني بقول له هذا الامر يعمل على قاعدة السيرفر الفلاني وقاعدة البيانات الفلانية والجدول الفلاني، هي معنى هذه الكلمة، تمام؟ واضح هذه المحاضرة؟ أنا بديش إياك تحفظ حفظ، بديش إياك تصم، أنا بدي إياك دائما تعرف تكتب الكود بأكثر من طريقة. ليش؟ لأني أنا أقول لك شغلة يمكن في الامتحان أجيب لك شغلة أنت ما خدتهاش عشان أشوف كيف أنت بدك تتعامل معها، كيف أنت تتعامل معها. أي حاجة جديدة، افرض مثلا هذا التغل مثلا اتطور، شايف اجوا عملوا كلاس جديد أو ميثود جديدة، هل يعقل أنك أنت ما تعرفش تتعامل معها؟ لازم تتعامل معها صح، لازم عن طريق تروح على الهلب، وتروح أنا قلت لك روح على الهلب، روح على مثلا اللي هو go to definition من شان تشوف كيف تتعامل مع الميثود. انا ما بدي اياك تحفظ ضلك تحفظ تحفظ، لا تمام. انا بدي عندي مثلا بدي اقول لك هذا الكلام بطريقه ثالثه اكتب لي اياه. هو فعلا هذا الان الاسلوب الان انا بعمله هو الاكثر سهوله، الاكثر سهوله، لكن اتعلم انك انت يعني تكتب الكود باكثر من مره عشان تقدر تعرف كيف تتعامل مع الاوبجكت او الكلاس او الميثود او البروبابيلتي. الان طبعا عادي جدا، الان كوماند واحد زي ما اخذنا كوماند واحد دوت اكسكيوت نون كويري، اكسكيوت نون كويري طبعا هذه ميثود خلاص. وبعدين ايش؟ كون دوت كلوز، كون دوت كلوز، تمام. هلا الان الكوماند هذه بدل تي واحد دوت تكست بدي احط اللي هو الانتجر الاي، صح؟ الاي لانها بتمثل ايش؟ الاي بدها تمثل اللي هي شو اسمه الرقم الهويه او رقم الطالب. طيب تي 2 دوت تكست ايش بدها تمثل لي؟ اس تي ار اللي هي اس تي ار، تمام، لانه هذه باراميتر بدها تمر من ايش؟ من الفورم الى الكلاس. طيب و
تي 3 بدل تي 3 دوت تكست ايش بدي احط هان اللي هي مثلا قول الايج تمام او اي شيء اخر يعني انت حر يعني او قول جي يعني يلا جي واضح هذا العمر. طيب خلاص الان خلصت الداله سيف الداله سيف خلصت. بعد ما خلصنا من الداله سيف الان هذا الحكي ملوش داعي. هذا ايش بده حذفه يا جماعه؟ هذا ايه ايش بده اعمله؟ بده حذف صح؟ نعم انت دائما انت عشان تنجح في البرمجه انت بتعملش كودك انت ما هو شوف انت اليوم بتشتغل على برنامج من 200 سطر و500 سطر لكن انت هيئ نفسك لك برنامج من 5000 سطر ومن 10000 سطر. هذا البرنامج لازم يكون مبني صح ومبني بطرق اللي هو السوفت وير انجينيرنج هندسة البرمجيات وطرق التوثيق وطرق الريدابيليتي اللي هي القراءة. لازم يكون برنامجك اكثر قراءة اكثر فهما اكثر قراءة على شكل طبقات من شان لما انت بتتعود هذا الكلام لو اي تطور مستقبلي انت بتطور عليه بسهولة. المينتنانس يعني صيانة النظام شايف كيف او التطوير على النظام. الان انا بدي استدعي الدالة سيف. الدالة سيف وين موجود؟ الدالة سيف موجودة في الكلاس. موجودة ايش في الكلاس؟ مثلا هاي اذا قول كلاس واحد مثلا سي بتساوي نيو كلاس واضح. هلا الان ايش اللي صار؟ دير بالك انت بمجرد ما عملت البناء صار اتصال الان. لا لا هذا في الكود وين احنا؟ لا في الكود سيف كات في الكود سيف بدك تشتغل. الكود سيف هذا هو هنا. الان انت الان صار اتصال. طيب استدعي الداله سي دوت سيف. سي دوت سيف افتح القوس ايش انا بقول لك؟ انتجر اي سترينج اي جي. الاي بدها تمثل اللي هي رقم الهويه. رقم الهويه رقم الهويه وين موجوده؟ وين موجود رقم الهويه؟ في تكست بوكس واحد تمام. اذا هنا انا بدي اقول هنا انتجر اي بتساوي convert convert t1 dot text تمام. طيب اذا i اللي هي ايش؟ بمثل رقم هوية الشخص صح. بعدين اللي هي text t2 dot text ايش؟ t2 dot text T2 dot text ايش هي؟ اللي هي اسم الشخص. بعدين رقم هويته رقم الهوية انتجر مثلا قول جي بتساوي convert dot نعم هذه الايج طبعا اللي هي ايش؟ T3 dot text dot text. طيب هنا i وبعدين ايش قلنا اللي هي جي تمام. الان بصير عملية حفظ عملية ايش؟ سيف تمام. يعني انا كأني عملت برنامجي مكون من عدة طبقات. هذا طبقة الان والكلاس ايش؟ طبقة اخرى. هذه الانترفيس بين الطبقة الحالية والطبقة الاعلى. طيب خلينا ننفذ ونشوف كيف بنفذ. هنا الابديت طيب لا مش حكايات مش مستخدمه لا 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 the name is to
هذه الاستو اللي هي ايش اعرفها لازم، هذه على في الكلاس، هذه موجوده وين في الكلاس string. استو طيب خلينا ندخل مثلا اعداد هي 60 مثلا، execute non query لم تتم، ايش مين يقول لي ايش الغلط هنا مثلا؟ يعني معقول الدي الملف مش موجود على الدي؟ يعني معقول ايش معنات الخطأ هذا؟ الملف موجود مش موجود على الدي يبدو، احنا وينه؟ دي بي واحد. خلينا ننفذ مثلا رقم معين، الاسم حفظ. طبعا حلاقي هذه الكلام موجود وين؟ موجود على السيرفر. طبعا شوف انت هيك حيكون برنامجك افضل واكثر قراءة. طيب الان المفروض انك انت تطبق، طبق لي نفس النمط اللي اخذناه واعمل لي زر البحث وزر الابديت وزر الديليت. يلا معاك يعني ربع ثلث ساعة هيك يعني.